أكشن سيدتي. تابعوا معانا برنامج النجوم والمشاهير والأخبار الساخنة. ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة خاصة إلى كل متابعيها في العالم العربي في تصريحات خاصة لبرنامج بالعربي، قالت فيها: أنا ما تغيرتش ومش عايزة أتغير، ساعدوني إن أنا أفضل زي ما أنا. سبب هذا التصريح انتقاد الناس ليها كل ما يخونها لسانها. كشفت الفنانة داليا البحيري للمرة الأولى أسرار عن وفاة ابنتها الأولى خديجة بسبب إصابتها بمرض نادر كان حيخليها مجبرة إنها تعيش بطريقة غير طبيعية. بس هي كانت حبيبتي، لو عاشت كانت هتتعب جدا وأنا كنت هتعب معيها قوي. حسيت إن ربنا أخدها عشان هي ترتاح وعلشان أنا كمان أقدر أقف على رجلي. خطفت زينب فياض بنت الفنانة هيفاء وهبي أنظار رواد موقع إنستغرام بعد ما حرصت على مشاركة متابعيها أحدث صورة ليها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا. احتفلت الفنانة بلقيس بعيد زواجها الثالث من سلطان عبد اللطيف ونشرت مقطع فيديو رومانسي يجمعها بزوجها سلطان، وتوجهت لزوجها بالقول: الله لا يغير علينا إلا للأحسن، الله لا يفرقنا، الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا أخوان له، أحبك قدام الكل، عيد زواجنا الثالث. وإحنا نقول الله يبارك لهم دائما. بعد حفلها الشهير في شتاء طنطورة كشفت عزيزة جلال لسيدتي عن شعورها وهي واقفة على المسرح بعد غياب 30 سنة. حبيت أعيش حلم زي كني في حلم. كارمن بصيبس ممثلة حظيت بإجماع للعبها دور مقنع لشخصية ثريا في مسلسل عروس بيروت. في هذا الفيديو بتتكلم عن حياتها الخاصة وعن حبها لطهي. كارمن أنت كني مسلمة أو مشاغبة؟ الحقيقة مسلمة كتير كتير، لأنه حماتي كمان كتير مسلمة، كمان بحب أطبخ كتير، بحب أطبخ يعني، وخاصة بس يكون عندي وقت. لا ما بتكل أبدا يعني، هيك بحب أعمل طبخات واخترع أشياء. يارا سائقة تاكسي، نعم شوفوا في هذا الفيديو يارا بتسوق تاكسي وبتحكي عن تجربتها في زحمة السير. بحب السواقة وبحب أنا الجوزاء، بحب السواقة وبحب حدا يسوق في حسب المود يعني. بتضيعي بالطريق أو بتحفظ الطريق بسرعة؟ بحفظ طرقات. عليك شي مخالفات ضابط سرعة؟ لا الحمد لله. نشر النجم السوري تيم حسن الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل العميد من تأليف وإخراج باسم السلكة وإنتاج شركة كينغ ساد. تعرض الفنان الكويتي داود حسين لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها المستشفى، حيث أجريت له عملية قسطرة في القلب. تيت على القواد هددهم بالسلاح. أشكر كل يلي طمنوا علي واتصلوا فيي، أنا بخير، أهم شيء إنه عائلتي منيحة، الأولاد أهم شيء إنه أنا منيح.